معرض النهارده الفنانه رشا مازن عامله حاله اجتماعيه شخصيه متعدده الاتجاهات، مختلفه الاساليب، مختلفه التكنيكس كمان. المعرض في العموم معرض نقدر نقول مبهج، بيتسم ان هو له لاين واحد يربطه ببعضه. فلسفه المعرض الانثى او المراه الوطن الرئيسي تقريبا في معظم اللوحات كلها. المعرض فيه مجموعه المونوكروم، يعني نمو درجات وبياض، مجموعه ثانيه تلاقيها الوانها ناصعه وكده. انا ارجح ان دي بتبقى وفقا للمود اللي بيشتغل فيه الفنان، لكن في العموم هو في خيط بيربط، خيط سحري بيربط الاعمال كلها ببعضها. وانا اتوقع ان الخيط ده هو حاله الفنانه النفسيه والرموز اللي بتستخدمها للدلالات على مفاهيم ثانيه.